السلام عليكم، شكرا في دو جي. فدي اليوم حكوا لنا سعرات في ريلمي سي 12 في الجزائر، شحال يدير؟ ما نشوف سعر التليفون هذا، ما تنساوش تشوف فوق عندك مشتركين، نديرو جيم فيديو بارطاج مع صحابك لعبيت وانستغرام تعتقد في لاصحاب لي ابوني. وين نبداو؟ بالنسبه للتليفون هذا، تليفون جديد، يعتبر تليفون جديد خرج في الفئه هذيا، عنده واحد شهرين هكاك ملي خرج. وتليفونات جاي بالشكل هذا تاع الكاميرا، جاي شوم مربع هكا، اسمها ماما التليفون، داروا له هذا الشكل تاع الكاميرا اللي كما قلت لكم كاين بزاف تليفونات ولاو يديروه. بالنسبه للتليفون هذا، دير التليفون هو يدير 2500 نسخة 3 رام 32 جيجا، ويعتبر هذا في اشهر الاقتصادية كامل تاع التليفونات. اسما كاين ثاني شويه منافسين ليه في الفئة هذه. وبالنسبة للفئة هذه، شغل ما حش الناس اللي يشروا تليفون في هذه الفئة ما حشيهم منافسين ولا المهم تليفون، على خاطر الفئة هذه اغلبهم ما حش تكون فئة تاع العاب ولا فئة تاع كاميرا قوية، ولا حتكون فئة تاع تليفون عادية وخلاص. هذا قاعد ندير اليوم، شكرا لكم فيديو ضيفتكم به، كما قلت لكم اشتركوا في القناة اذا ما مشتركين، ديروا جيم فيديو بارطاجوا بصحابكم اللي عبيتو الانستغرام تاعي تقفل اصحاب لي ابوني. شوف فيديو تنديرهم من قبل في القناة الانستغرام تاعي. قولوا شحال من تشوف فيديوهات جايه، ونتلاقى فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم. وبدي نديرو مقبره على الريلمي كما شفتوا، فيديو جاي ثاني حكونا شويه على الريلمي، غادي ندير لكم شويه على تليفونات ريلمي، ونتلاقى فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم.